صرخت عادل حضن الوطن والفن. أبو علي الحاكم وصل إلى هذه المحافظة لإسقاطها، تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. حذر الأمين العام لحزب الرشاد عبد الوهاب الحميقاني من مخطط للحوثيين في محافظة مأرب تزامنا مع وصول قيادات حوثية منها أبو علي الحاكم على رأس قوة عسكرية كبيرة. وكشف الحميقاني عن وصول تعزيزات حوثية كبيرة إلى المحافظة بهدف القضاء على كل جبهات المقاومة المتبقية فيها واستهداف عدد من المحافظات المحاذية مثل شبوة وأبيان ولحج. وحذر أمين عام حزب الرشاد من أن استكمال الحوثيين السيطرة على جميع المحافظات الشمالية في الوقت الذي تجعل محافظات الضالع ولحج وشبوة وأبيان مناطق نزاع، ودعا قيادة الجيش الوطني إلى تعزيز وأمداد وتفعيل جميع الجبهات في كل اليمن في آن واحد وبغرفة عمليات واحدة، مطالبا بعدم الانشغال بجبهة وترك جماعة الحوثي ترتب وتحشد وتخطط لبقية الجبهات الأخرى. هؤلاء رجال حرب ورجال سلم بإذن الله تعالى، فإن أردتم السلم فنحن حاضرون لسلم حقيقي، وإن أردتم الحرب فأنتم من أردتموها.